المساءلة المجتمعية فكرة تطورت من مشروع المواطنة الذي يهدف إلى مواطن صالح، لتكتمل الفكرة بخلق شخصيات قيادية قادرة على مساءلة ومحاكمة مؤسسات المجتمع المدني، حيث قام مركز إبداع المعلم باستهداف المدارس من هيئة إدارية وتدريسية وطلاب لتنفيذ مشروعه وتطبيقه على أرض الواقع. مشروع المساءلة المجتمعية هو فكرة تطورت من مشروع المواطني، ومشروع المواطني هو مشروع تربوي بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى يقوم أساساً على تدريب الطلبة على أربع خطوات أساسية، تتمثل الخطوة الأولى بكيفية تحديد المشكلة المحيطة بالبيئة المدرسية، ومن ثم تحليل هذه المشكلة وجمع المعلومات اللازمة لمساندة الطلبة في اختيارهم لهذه المشكلة، ومن ثم في الخطوة الثانية يقوم الطلبة بطرح بدائل متعددة لحل هذه المشكلة، وبعدها يختاروا بديل يرون من خلاله أنه بإمكانهم أن يتعاملوا مع هذه المشكلة المطروحة. بعدها في الخطوة الثالثة يقومون بتطوير خطة عمل. هذه الخطة العمل تتضمن كل الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع حل المشكلة المطروحة من قبلهم، ومن ثم هناك تنفيذ لخطة العمل من قبل الطلبة. طبق مركز إبداع المعلم مشروعه على 14 معلماً متخصصين في الإدارة و14 طالباً من طلبة الأول ثانوي ومديرين من كل محافظة، لتخرطهم في دورة تدريبية يتعلمون فيها كيفية تدقيق وتنفيذ خطوات المساءلة المجتمعية في مؤسسات الوطن. احنا في مشروع إبداع المعلم اخترنا جزء من الطلاب حتى يكونوا يشتركوا معنا في اختيار مشروع معين من اجل المساءلة. طبعا تم اختيار الطلاب المدرسي، هم من طلاب الاول ثانوي من احد الشعب، يعني شعبة عشوائية. شرح الاستاذ الآلية اللي بده يحبوا يشتغلوا فيها، ف معظم الطلاب أيدوا هذه الفكرة وحبوا يشتغلوا فيها. اختار المعلم يعني 14 طالب على أساس أنهم يكونوا من ضمن المشروع هذا. فبدأنا أولا في الاتصال ببلدية جنين على أساس أننا نختار مشروع. تمت زيارة رئيس البلدية بعد الاتصال فيه، وتم تنسيق مع مهندس البلدية، وتم اختيار مشروع معين اللي هو مشروع مدرسة الصناعة اللي موجود في جنين. نشتغل بمشروع حاليا، مشروع التدقيق الاجتماعي بمبادرة من وزارة التربية والتعليم العالي. المشروع عرضنا عدة مشاريع واخترنا مشروع المدرسة الجنينية الثانوية الصناعية الجديدة.
كبير تم في بتمويل من الكوريين، إشراف البلدية أشرفت عليه، والتربية والتعليم نفسها مديرية التربية والتعليم أشرفت على هذا المشروع، تم اختياره. وبعد لقاءات كثيرة مع الطلاب جهزنا المشروع من ناحية المعلومات الأولية، جمعنا عنه الاستمارات اللازمة، أجرينا عدة لقاءات مع رئيس البلدية، مع مدير المدرسة الثانوية الصناعية، حصلنا على معلومات وهينا شغالين على المشروع حاليا. هذا المشروع، مشروع التدقيق الاجتماعي، هدفه تفعيل الطلاب، تفعيل الطلاب وزيادة اهتمامهم في قضايا الشأن العام. وبنحاول من خلال التعليم، من خلال إشراكهم بالفرق الطلابية بهذا المشروع، بنحاول إنه نوصل لهم مجموعة من القيم، واللي هي أهمها إنه عليهم الاهتمام وعليهم مسؤولية إنه يسألوا، وإنه نوصل لهم لمرحلة إنه يحسوا فيها بإنه لديهم الحق بإنهم يعرفوا، حق المعرفة، حق المعرفة مكفول للجميع. وعادة مثل هاي المشاريع بيكون فيها الكبار تشكيل لجان من أجل الرقابة على المشاريع اللي بيتم تنفيذها، من أجل التأكد من مستوى نزاهتها والتأكد بأنه هاي المشاريع عم بتحقق الـ 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 الأهداف اللي إجت عشانها. ولكن إحنا هون باعتبرنا مركز الداعي المعلم اشتغلنا مع الطلاب من خلال المدارس ومع المعلمين، لأنه كمان أحد أهدافنا ندخل الطلاب وندخل قيمة التعلم المشاركي والإحساس بالمسؤولية في موضوع التعليم. كل مشروع يعني زي مجهر، راح نشوف كل مشروع شو كيف ولماذا ومتى واين وشو القوانين اللي تنفذت، شو القوانين ما تنفذتش، شو الخطا وشو الصح. صارت عندي جرأة او قدره اني اناقش اي مسؤول من مكان دون ما اخاف، يعني رئيس البلديه كانت في حواجز بيناتنا وبينهم، فسلع كنت صرت اروح عنده عاد واحكي معه كزميل. يعني وش استفدنا ان نتعرف على بعض زياد عم لزوم، يعني كثير. ثاني شيء التعاون مع بعض، نشتغل مع بعض، تعلمنا كيف نشتغل بوحده مع بعض، انه الكل يتعاون، انه الكل يجتمع مع بعضه يعني اثناء الدوام او بعد الدوام. هيك شغله هذه المرة كانت اليد الأقوى واللسان الحاكم بجيل جديد لا يعرف شيئا عن المحاسبة والتدقيق، غير أن مركزا كإبداع المعلم حرص على أن يكون على قدر اسمه من الإبداع، ليهيئ معلميه وطلابه أن يكونوا عناصر قيادية محاسبة في مجتمع لا يجرؤ على الفساد، لأنهم أنصار الشفافية والنزاهة ضمن مشروعهم المساءلة المجتمعية. أول شيء نحب نشكر مركز إبداع المعلم ووزارة التربية والتعليم العالي لأنهم ساعدونا في هذا المشروع. بوجه نداء لوزارة التربية والتعليم بأنه تضيف مثل هذا البند المسؤولية الاجتماعية للمنهاج الدراسي اللي هو التربية المدنية.